بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي طلبه الصف الثالث المتوسط اينما تكونون في ربوع عراقنا الحبيب ارحب بكم اجمل ترحيب عبر فضائيه العراق التربويه واقدم لكم درسا جديد من دروس ماده الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط فتعالوا معي نتابع هذه الدروس. تحدثنا في الدرس السابق عن معاهده عام 1930 اللي تم الاتفاق عليها وتوقيعها بين العراق وبريطانيا. وكان من ضمن شروطها هو دخول العراق عصبه الامم. فالان نتحدث عن عصبه الامم وما هي الاحداث والتفاصيل لهذه العصبه. دخول العراق عضويه عصبه الامم. بعد ذلك أصبح لزام عزيز الطالب بعد ذلك يعني بعد ما بريطانيا العراق وقع الاتفاقية مع بريطانيا كان لزام على بريطانيا أن تكون أن تفي بالوعد الذي وعدته للعراق بدخوله عصبة الأمم وتم ذلك بعد المشاورة بين الوفد البريطاني الإيفاء بالتزامها بترشيح العراق إلى عضوية عصبة الأمم عام 1000 932 فأبلغت الحكومة البريطانية مجلس العصبة بذلك والذي أحالها إلى لجنة الانتدابات الدائمة التي طلبت تقديم تقريرها الخاص عن تقديم العراق تقدم العراق خلال مدة الانتداب من عام 1920 إلى عام 1932 وبعد ذلك جرت مناقشات في لجنه الانتدابات مع الوفد البريطاني ثم رفعت اللجنه تقريرها الى المجلس وطلبت اليه ان يضع الشروط الواجب توفرها في اي دوله تريد انهاء الانتداب والتي شملت على هاي الشروط اللي وضعتها عزيز الطالب بعد ان قامت الوفد البريطاني ب الاتفاق او مخاطبه مجلس العصبه مجلس العصبه يعني الوفد البريطاني ومجلس العصبه مجلس العصبه رفعها الى لجنه الانتدابات يعني من من الوفد الى العصبه والعصبه الى لجنه الانتدابات لجنه الانتدابات اقرت قالت راح نشوف نريد تقرير عن العراق من مده الانتداب اللي بدت بها بريطانيا من عام 1920 الى عام 1932 وبعد هذه بعد التقرير قامت بوضع شروط توفرها في اي دوله تريد ان تنهي الانتداب تعالوا اعزائي الطلبه نشوف هذه الشروط التي وضعت اولا ان تكون وجود حكومه مستقله واداره قادره على تسيير امور الدوله بصوره منظمه اثنين منظمه ان تكون عزيز الطالب ان تكون قادره على حفظ وحدتها واستقلالها ان تكون قادره على حفظ وحدتها واستقلالها ثلاثة عزيز الطالب أن تكون الدولة قادرة على حفظ الأمن في كل أنحائها أربعة أن تكون لدى الدولة مصادر مالية كافية لسد النفقات الحكومية خمسة أن تكون للدولة قوانين وتنظيم قضائي يضمن العدل للجميع على السواء عزيز الطالب هذه الشروط وضعتها لجنة الانتدابات قالت بتقريرها أي دولة تريد تنهي الانتداب يجب أن تتوفر هذه الشروط فيها زين بعد لجنة الانتدابات ماذا وضعت عزيز الطالب يعني من أجل التمييز هناك شروط وهناك ضمانات يعني أكو ضمانات وضعتها غير الشروط راح نعرف الان وياكم ما هي هذه الضمانات وضعت سبع ضمانات يعني من يجيك سؤال عزيز الطالب ما هي الشروط يجب ان نميز الشروط والضمانات عزيز الطالب راح نعرفها اولا حماية الأقليات القومية والدينية ومعاملتهم بشكل عادل الأقليات القومية والدينية اثنان حفظ المصالح والامتيازات الاجنبية الا اذا وضع مجلس العصبة نظاما اخر بموافقة الدولة المختصة. ثلاثة الدول بموافقة الدول المختصة. ثلاثة حفظ المصالح الاجنبية القضائية والمدنية والجنائية التي لا يشملها نظام الامتيازات الاجنبيه. اربعه حفظ حريه الفكر والعباده وممارسه الاعمال الدينيه والتربويه والطبيه من قبل الارساليات التبشيريه على ان لا تخل بالامن العام والادب والاداره. خمسه المحافظه على الالتزامات الماليه التي اخذتها الدولة المنتدبة السابقة ، من هي الدولة المنتدبة السابقة ؟ هي بريطانيا نفس ، يعني كأنما القرارات تضعها إلى هذه الدولة ، ستة الحفاظ على الحقوق المكتسبة في عهد الانتداب عزيز الطالب هاي انتباه على هذه النقطة يعني بريطانيا بلجنة الانتدابات بوضعها هذه الشروط راح تريد تنطي لبريطانيا كل الامتيازات اللي كانت موجودة لها في زمن الانتداب المع سبعة المحافظة على العهود الدولية العامة التي قطعتها الدولة المنتدبة بالنيابة على الدول المشمولة بالانتداب عزيز الطالب بهاي النقطة السابعة راح تميز لكم أو توضيح بين الشروط وبين الضمانات الشروط عزيز الطالب واضحة لك هي خمس شروط وضعتها لجنة الانتدابات أما الضمانات عزيز الطالب فهي سبع ضمانات للتوضيح يعني من أجل أن تكون لك الأمور واضحة عزيز الطالب وبعد فحص التقرير يعني بعد ما فحصوا التقرير في لجنه الانتدابات اكدت على ان العراق مستوفي، يعني انا يجيك سؤال فراغ، ماذا اكدت اللجنه؟ بان العراق مستوفي للشروط اللي طلبوها بالشروط والضمانات. مستوفي لتلك الشروط والضمانات التي حد الى حد بعيد، يعني مستوفي لتلك الشروط ولذلك قرر قرأ رئيس لجنة الانتدابات الدائمة في مجلس العصبة تقرير هو في يوم ثلاثة تشرين الأول عام ألف وتسعمية واثنين وثلاثين يعني ثلاثة عشر ألف وتسعمية واثنين وثلاثين تم قبول العراق عضوا في عصبة الأمم والاعتراف به دولة مستقلة يعني عزيز الطالب هذا اليوم مهم للعراق هذا اليوم العراق دخل به عصبه الامم فيعتبر عيد وطني للبلاد، هذا العيد الـ 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 الوطني للبلاد وليس آه غير تاريخ، ماكو غير تاريخ هذا، ولهذا تشوفون حتى حاليا يحتفل العراقيين بهذا اليوم اللي هو كان سباق عن باقي الدول، راح نشوف شنو الدول اللي كانت قد كان رقمه هو والعراق هو البلد العربي الأول العضو في المنظمة الدولية مع عزيز الطالب هنا يجيك فراغ هم فراغ هذا يعتبر يعد هذا اليوم واحدا من أهم الأحداث السياسية والتاريخية التي شهدها العهد الملكي عن فراغ يجيك عزيز الطالب كما عد أيضا عيدا وطنيا إذ أقيم احتفالا حكوميا في 6 تشرين الأول عام 1932 وأصبح العراق بعد انضمامه للعصبة الدولة التي تحمل هذا الفراغ يجيك عزيز الطالب عدد 57 يعني تسلسل العراق ذاك الوقت بعام 1932 تسلسلة من ضمن الدول اللي داخل عصبة الأمم هو رقم 57 فيها وتم الاحتفال برفع العلم العراقي في مقر عصبة الأمم اللي موجودة في جنيف سويسرا مع أعلام الدول الأخرى في 3 تشرين الأول عام 1932 وقد عين نور السعيد ممثلا للعراق فيها وعد أول مندوب عربي يدخل العصبة عزيز الطالب أتمنى أن تكونوا قد تابعتم هذا الدرس اتمنى بكم اللقاء في درس جديد من دروس ماده الاجتماعيات فابقوا معنا